محمد توفيق وفي لقاءات ما بعد المباراة. تحياتي ليك يا توفيق وتفضل. من جديد برحب بيك كابتن اسامه وضيوف الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز واضافه 3 نقاط جديده ان شاء الله تكون يعني تساعد الفريق في مشوار البطوله وباذن الله يحسمها في النهايه. معانا عقب اللقاء كابتن حسن محمد المدير الفني للفريق. كابتن حسن الف مبروك الفوز، يمكن المباراه صعبه النهارده، البدايه ما كانتش احسن حاجه، يمكن هدف مباغت على عكس سير المباراه، ولكن الحمد لله قدرتوا تتعاملوا مع المباراه وخرجتوا بالنتيجه اللي انتوا عايزينها في الاخر والفوز. الحمد لله رب العالمين. اولا بشكر ربنا، وثانيا برحب بالكابتن اسامه حسني ونجوم الكبار في الاستوديو كابتن محمد حشيش والدكتور احمد. الحمد لله، يعني انا بطبعي ما بحبش اشتكي، بشتغل في اي ظروف واي مواقف، ولكن احنا عندنا مواقف صعبه جدا. احنا من بعد ماتش فاركو حوالي اخر 7 ايام الفرقه ما اتجمعتش غير امبارح، عندنا بعض من العناصر موجوده في تجمعات المنتخب، بعض من العناصر موجوده مع الفريق الاول، اللعيبه ما اتجمعتش غير امبارح، فالحمد لله بنشتغل. عندنا هدف الفتره دي ان احنا نقدر ناخد ال3 بونت في كل مباراه. الاداء مش افضل حاجه واحنا كلنا متفقين على كده، ولكن في الوقت الحالي انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعدل من وضعيه الفريق في الجدول، لان وضعيه الفريق في الجدول هي دي اللي عامله نوع من انواع الاسترس على اللعيبه. دايما لعيبه النادي الاهلي متعوده لما تبص على جدول الترتيب ما بتشوفش النادي الاهلي غير في المركز الاول، فكره ان النادي الاهلي مش موجود في المركز الاول دي عامله علينا ضغوطات انا بحاول ارفعها من على اللعيبه، وفي نفس الوقت ان احنا ان شاء الله نقدر نطلع بال3 بونت من كل مباراه بحيث ان احنا نروح لمكاننا الطبيعي في اقرب وقت، ساعتها الامور كلها ان شاء الله هترجع افضل مما احنا بنتمنى ان شاء الله. كابتن حسن، يمكن كابتن اسامه حسني وضيوفه في الاستوديو يمكن اشادوا بالتغييرات وان هي غيرت من شكل الفريق، ويمكن كابتن حشيش كمان انا سامعه وقف قبل ما نخش على طول معاهم قال ان اللعيب اللي نازل من بره متنحرر فنحرر حتى اللعيبه، يمكن كان في كسل شويه في الملعب. طبعا كلام محترم جدا، وانا دايما بقول للعيبتي انا ببدا المباراه بانسب 11 مش بافضل 11، انا دايما افضل لعيبه عندي بتبقى قاعده على الدكه، ايا كان اللعيب اللي قاعد على الدكه دايما هو افضل من اللي موجود في الملعب، علشان تبقى اللعيبه عارفه ان ما عنديش اساسي واحتياطي، ولكن كل مباراه وليها انسب تشكيل من وجهه نظرنا، علشان كده دايما بنطلب من اللعيبه اللي بتنزل ان هي يبقى ليها بصمه، والنهارده الحمد لله يمكن كنا هنغير من اخر 10 دقائق في الشوط الاول، يعني لولا ان ربنا اكرمنا وجبنا التعادل قبل نهايه الشوط فما رضيناش نخسر توقف، ولكن الحمد لله من بدايه الشوط الثاني الامور كان فيها شكل افضل، برضو تكتل فرقه المحله وان هي كمان تدخل في الجيم من بدري وتجيب جون وتدخل معاك في الجيم، الكلام ده كله صعب الامور شويه، ولكن الحمد لله اللعيبه برضو كان عندها اصرار وكان عندها رغبه ان احنا نقدر نشتغل ونطلع بال3 بونت، وده اللي يهمني الفتره دي، علشان زي ما بقول لحضرتك لازم النادي الاهلي يرجع لمكانته تاني في صداره الجدول، وباذن الله الموضوع هيبقى موضوع وقت مش اكتر. يا توفيق، اخيرا برضو في جزئيه التغييرات، هل التغييرات كانت معاك يا كابتن اسامه؟ اتفضل. عايز يعني الاول ببارك للكابتن حسن على نتيجه المباراه في فتره قصيره، يعني بيفوز في ال4 مباريات، لكن عايز اشيد بيه في قرار النهارده رغم خطا حازم جمال وهو خطا ساذج، لكن يعني انه ابقى عليه في المباراه وهو من الحراس المميزين، يعني ده قرار يحسب ليه انه بيكسبه للفتره اللي جايه ايضا. يعني كابتن اسامه بشد بحضرتك وبقول لك خلال فتره قليله قدرت تحقق نتائج اكثر من رائعه مع الفريق بفوز في 4 مباريات، والنهارده كمان بيشيد يعني بحضرتك ان برغم خطا حازم جمال وهو من الحراس طبعا الواعدين، ولكن حضرتك ابقيت عليه للاستفاده منه في المباراه القادمه، خاصه ان هو حارس من الحراس الكبار اللي مستنيين مستقبل كبير ان شاء الله. اولا حازم جمال ده ان شاء الله يبقى مستقبل مصر، فكره ان انا يبقى عندي لعيب بيغلط ان انا اعاقبه واطلعه من الملعب دي مش موجوده في مدرستي خالص ولا في فلسفتي خالص، انا دايما ممكن اجي على اللعيب بتاعي لو هو في افضل حالاته، لكن طول ما اللعيب بتاعي معنويا بحس ان هو محتاج دعم لازم ابقى في ظهره وابقى سبورت، لان هو ده في الاخر اللي هيكسبني. حازم النهارده ممكن يكون مش موفق في كوره، ولكن في نهايه المباراه النهارده واحد من اسباب المحافظه على النتيجه. ما يخص باقي التغييرات وباقي اللعيبه بشكرهم النهارده على ادائهم. الجزئيه اللي انا بتكلم فيها الجزئيه المهمه، الحمد لله احنا من ساعه ما تولينا المسؤوليه حوالي 4 ماتشات، انا بتكلم في 11 نقطه لحد دلوقتي، يمكن في ادنى نقطه مع فاركو في اسكندريه. الجزئيه دي بالنسبه لي مهمه ان احنا نقدر نبني عليها ثقه اكبر واكبر مع اللعيبه، حته استمراريه المكسب دي اللي احنا بندور عليها الفتره دي، علشان نقدر نروح بالفرقه ان شاء الله. هفضل اقول الجمله دي دايما، كل ما بنبص للجدول ما نلاقيش النادي الاهلي موجود في المركز الاول ده بيعمل علينا ضغوطات، ولكن احنا دايما
دايما بنحاول نرفع الضغوطات من على اللعيبه، لان في ناس بتقدر تستحمل الضغوطات وفي ناس ما بتقدرش. لكن اسمح لي برضو في الاخر عايز اشكر الجهاز المعاون، وعايز اشكر باقي اللعيبه اللي ما نزلتش النهارده كان ليها دور وكانت بتشتغل بقلب وكان ليها يعني دور كبير جدا على مدار الاسبوع. بشكر اداره القطاع، كابتن وليد، كابتن بدري، كابتن شوقي، كابتن ناجي، كابتن ابراهيم عبد العزيز. الناس بصراحه موفر لنا كل الدعم في كل الاتجاهات. ان شاء الله بنتمنى من ربنا ان اللي جاي يكون افضل وافضل، ودايما فرق النادي الاهلي كلها ان شاء الله تكون في المقدمه ان شاء الله باذن الله. معاك كابتن اسامه. كابتن محمد حشيش برضو يعني برضو خد حضرتك تسمعه معانا. كابتن حشيش مع حضرتك، عايز يبارك لك ويشيد كمان يعني معاك مع حضرتك كابتن حشيش. مبروك يا ابو علي. ازي حضرتك؟ ألف مبروك وبحييك طبعا. أنا عارفك طبعا كويس ومتابعك من زمان، أنت مدرب كويس وأنت مكسب للنادي الأهلي طبعا، وإن شاء الله هتبان يعني بصماتك لأن أنت لسه ماسك الفريق، هتعدل حاجات كتير. بس بحييك النهارده على المرونة التكتيكية اللي أنت لعبت بأكتر من طريقة على حسب سير المباراة، على حسب إمكانيات البدنية بتاع طبعا اللعيبة اللي موجودة معاك. وطلع كلام فعلا أكيد إن في لعيبة بعيدة عن التمرين بقالها فترة، فانا متوقع ان شاء الله باذن الله، وانا عارف انت بتلعب دايما على في كل مباراتك على المكسب، فانا بحييك على ده وان شاء الله باذن الله هنشوف فعلا بصماتك بقى على الفريق الفتره اللي جايه. يعني بشكر حضرتك يا كابتن محمد، ودي اشاده طبعا شرف لينا، واحنا طبعا بنتشرف ان احنا واحد من ولاد النادي الاهلي، تعودنا وتربينا على المكسب، وان احنا باذن الله دايما النادي الاهلي يبقى موجود في افضل مكانه ودايما في المقدمه. بشكر حضرتك على الدعم وعلى المسانده، وان شاء الله باذن الله بنوعد حضراتكم ان اللي جاي ان شاء الله لفرقه النادي الاهلي هيكون افضل وافضل ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد، تحياتي للكابتن اسامه والدكتور احمد. الدكتور ثابت عايز برضه يشاركنا الحوار يا كابتن حسن، اتفضل يا دكتور ثابت. الاول احب احيي حضرتك على التغييرات الرائعه النهارده، يمكن حضرتك بدات بال 4 3 3 ومع بدايه الشوط الثاني 4 3 3 وحولتها في الاخر 4 4 2. توظيف ابراهيم عادل ان هو يبدا في بدايه الشوط الثاني ارتكاز ثالث وبعدين تروح حضرتك حولته باك رايت، اعتقد ان ابراهيم عادل النهارده كان اضافه في حته الباك رايت. بس عندي نقطه ان هي هل في نقطه التراجع البدني شويه عند اللعيبه هي مش مساعده حضرتك شويه؟ لكن شايف ان التغييرات والشخصيه حتى تغيير الباك رايت وتنزل راس حربه، يعني تخرج يوسف جمال وتنزل حسام عادل اثنين راس حربه، دي تغييرات بصراحه مدرب جريء على الهواء. فانا بقول لحضرتك لكن حاسس ان الحاله البدنيه بتاعه اللعيبه محتاجه تطوير في الفتره الجايه. بشكر حضرتك يا دكتور احمد. يعني حضرتك ايه يعني لمست قلب الحقيقه زي ما بنقول. فعلا احنا عندنا يعني حته النواحي البدنيه دي احنا شغالين عليها الفتره البسيطه اللي فاتت، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنطور فيها اكتر بشكل يعني يسمح لنا ان احنا نقدر ننهي الجيم زي ما بنبدا. ولكن تغيير حسام ان احنا نشتغل بفرودين يعني بشكر حضرتك طبعا على الاشاده بيها، الحمد لله توفيق ربنا. يمكن كان لينا اكتر من سيناريو قبل الماتش ما يبدا، لو اللي ربنا اكرمنا من بدري والامور اتحسنت، او لا قدر الله المكسب اتاخر، او لو رحنا لل 20 دقيقه الاخيره والنتيجه مش لصالحنا، ازاي نقدر نطور وازاي نقدر نشتغل. والحمد لله توفيق ربنا قبل كل شيء كان سبب رئيسي في ان احنا نطلع بالثلاثه بونت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شكرا كابتن حسن، لك التوفيق وباذن الله القادم كمان يكون افضل للفريق باذن الله. بشكر حضرتك وتحياتي للكابتن اسامه والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد، وان شاء الله كده كل الدعم لكل فرق النادي الاهلي ومزيد من الانتصارات ان شاء الله لكل فرق القطاع ان شاء الله. شكرا.